اجيلي كشهد بتاع لي مركز اثنين تمام. البطوله كانت صعبه زي ما الكابتن بيقول، يعني انتوا كنتوا حاسين بده كلاعبات؟ اكيد كانت صعبه، كان في ماتشات فيها صعبه وكان لازم يعني نكسبها، عشان كنا بنركز في كل ماتش على قد ما نقدر عشان نوصل للماتش اللي بعده، نبقى هدفنا ان احنا ناخد البطوله والكاس. طب شاهد انت طبعا اللي اداكوا البطوله لو هداكوا المكسب فزكوا على الشمس، خلينا نتكلم بكل امان. الشمس فريق جامد، فاز على وادي دجله. مباراه الشمس وادي دجله كانت قبلينا، يعني احنا لعبنا الشمس امتى؟ بعد ما لعبت وادي دجله ولا قبل ما تلعبوا؟ بعد ما لعبت وادي يعني دجله. انتوا لعبتوا الشمس كانه فاينل صح؟ انا يعني بتكلم مظبوط صح ولا انا غلطان؟ مظبوط. فمباراه الشمس كلميني عنها تحديدا، كانت في صاله اكاديميه الشرطه؟ لا، مباراه الشمس كانت في الصاله عندهم في نادي الشمس. كمان يعني انتوا لعبتوا الشمس في الشمس وفزت عليهم، دي التيرنينج بوينت بقى. كلميني على المباراه دي واستعديتوا ليها ازاي وسير المباراه مشي ازاي؟ يعني استعدينا عليها بتمارين طبعا كابتن محي والجيم والفتنس اللي كنا بناخده طول السنه. كنا بنعتبر ان الماتش ده يعتبر ماتش البطوله، غير طبعا ماتش وادي دجله اللي كان في الاخر، بس احنا كان لازم نكسبه عشان كمان ده كان ماتش صعب وكان على ارضهم. فيعني كنا عايزين ان احنا ناخد الماتش ده على قد ما نقدر. فاكره الكابتن اداكوا النصايح ايه قبل الماتش؟ يعني هو قعد يفرجنا على الماتش وعن يعني ماتش وادي دجله، كان مصور فيديوهاته. لما لازم انا كده هتديها بقى هو اعتبري مفيش حد سامعنا، لا الكابتن ولا الجماهير. لسه معانا على فكره. يعني بقى اعتبري كابتن محي يعني مش معانا مش قاعد، فاتكلمي براحتك عادي جدا، هو مش يعني هو الكابتن كان بيصور الماتشات كلها سواء كانت جامده او فرق متوسطه. كنا بنتفرج على كل ماتش قبل ما نلعبه، تحديدا ماتش الشمس كنا عملنا اجتماع قبلها وكنا بنتفرج. كان بيبعت لنا حتى على جروب الواتساب يعني كان فيديوهات للعيبه، كنا نشوف يعني هما بيلعبوا ازاي عشان نعرف نغطي على لعبهم ونلعب بطريقتنا احنا احسن. طب تعالي لي بقى، انت كان دورك ايه في الشمس؟ لا بصراحه كان دور حلو، يعني الكابتن اعتمد عليا الماتش كله، ويعني كنت عند حسن ظنه يعني ان انا لعبت حلوه، اديت ماتش كويس. برافو عليكي. طب ما انت لعبتي كاس عالم مع منتخب لا هو انا كاس عالم مشيت في التصفيات الاخيره، بس سافرت معاهم بطوله افريقيا. سافرت افريقيا اللي اتاهلتوا بيها كاس عالم صح؟ فاكره بطوله افريقيا دي كان ايه الوضع وكان ماتشاتنا ايه وكسبنا ايه وبتاع؟ او احنا ما لعبناش غير 3 ماتشات. كان لعبنا اول ماتش نيجيريا، ده كسبناه 3-0. ده كان ايام كورونا صح؟ لا يعني بعد كورونا. بعد كورونا تمام. كنا بنلعب اول ماتش نيجيريا كسبناه 3-0. تاهلنا اللي بعديه سيمي فاينل لعبنا الكاميرون كسبناه برضه 3-0. الماتش كان صعب كمان. بعد كده جينا بقى قابلنا الكاميرون تاني في الفاينل، فده يعني كان ماتش صعب بالنسبه لنا، ده كسبناه 3-1. يعني بقابل السيمي فاينل وبعد كده بقابل الفاينل هو نفس الفرقه؟ ما عشان احنا كنا ثلاث فرق بس. فلعبنا بعض. لعبت نفسي وكسبتني الماتش الاخير. الماتش الاخير بتاع الكاميرون كان صعب شويه عشان هم كانوا حفظونا، ف كسبنا 3-1. لا احنا كسبنا 3-1 وخدنا بطوله افريقيا. يعني كسبنا الكاميرون مرتين. طب وكان ماتش صعب وبتاع، كسبوا شوط. يعني الله اكبر عليكم، الحمد لله خدنا شوط واحد بس. يعني الجيل ده جامد، جيلكم الله اكبر كويس. طب يعني ده فادتك دي مع النادي؟ يعني بطوله افريقيا دي فادتك في اللعب مع النادي؟ يعني هي فادتني ان انا مستواي اتحسن، وكمان كانوا المدربين اللي معانا يعني بيفيدونا بخبراتهم وكده. طبعا احنا اتاخد مننا 4، يعني الكاسات الفرديه اتاخد مننا 4 لعيبه ما شاء الله، فدي يعني ادت سمعه في نادينا ان دي حاجه كويسه يعني ما شاء الله. طيب مين بقى وانت تنايه كده، مين احسن لعيبه في مصر تنايه مثلك الاعلى؟ شامي. طبعا ربنا يشفيها يا رب ويرجعها بالسلامه. طب ايه اللي تنايه اهم ميزه في ايه من وجهه نظرك؟ يعني يمكن انا اتكلمت مع رنا قبل كده في الاربعات، واتكلمت مع جيداء قالوا لي ان اهم حاجه الاستقبال. طب الاتنايه اهم حاجه في ايه؟ يعني هو الاتنايات بيتجنب من الاستقبال عشان ان هو ضرب. يضرب كتير وياخد بلوك، يعني يبقى بيساعد الفرقه في حاجه طالما هو مش بيستقبل. يعني يبقى بلوك اكتر، بلوك وضرب. وضرب طبعا ضرب دي مهنيته الاساسيه، وطبعا اساس الفنس لما بيرجع ورا يعني. يعني بس برضه الاستقبال مهم، الاثنين هو جوكر الفريق، يعني لازم يبقى عنده استقبال كويس وبيضرب كويس وبيبلوك كويس. فطبعا يعني الموضوع بيكون عندنا طبعا الاسطوره بتاعنا احمد. طبعا الكابتن مش بيفرق ما بين 2 و4، مش بيفرق مراكز، هو بيمرنا كلنا في مراكز. فتحتنا كده عملنا طلعت كل يعني شاهد. لا بس دي بقى على فكره يا كابتن، عايز اقول لك في الملعب بيبان شغلك، يعني انت مجرد انا بس بحاول ان انا اوصل لهم الفولي الحديث شويه، لان المفروض ان اللعيب بيلعب في مركز 2 هو كده كده ممكن في ماتش اتزنق فيه او اديه مركز 4، فلازم يتمرن على ده ويتمرن على ده.